جبنا السيدة اهي. تمام، تعالوا كده نشوف كده في مفاجأة النهاردة حلوة السيدة. تعالوا كده اهو، بصوا السيدة زينة دي، شوادر الفوانيس، شايفين الزحمة. الدنيا زحمة قوي قوي، مش عارفة اصور. بصوا بقى، احنا جينا النهاردة عند علي. بصوا انا جاي اشوف الزير ده، ما والله انا لسه مصوره عشان بقول انا جيجي ايه اللي جاب لي. ايه علي المفاجأة دي يا علي دي؟ كل سنة وانت طيب. ايه الجمال ده؟ ربنا يخليك. ايه الحاجات الحلوة دي؟ مفيش احلى من كده بجد، مفيش احلى من كده. ده ايه الشغل العالي ده؟ تحيا مصر، تحيا جيش مصر. ده ايه الشغل العالي ده؟ الف فين؟ 70 50 جنيه. بصوا بجد ابهرني. يروى عليك يا علي، عامل زير مطبخ الجيجي وكاتب عليه اسم. ايه ده يا خبر ابيض. انت دلوقتي انت بتدور على ايه؟ انا عشان انا فاتحه الكاميرا وبصورك. بدور على طواجن جيجي. انت عامل كمان طواجن جيجي؟ لا استنى بقى، استنى استنى، ده انت كده يا علي مطبخ جيجي. ايه ده ايه ده بجد؟ لا ايه المفاجاه الحلوه دي؟ لا بجد انت ابهرتني. الحقوا يا جماعه، بصوا عامل طواجن مطبخ جيجي، تحفه. ايه الشغل العالي ده؟ اي حاجه بس كده. ايه الشغل العالي ده؟ انت منوره الدنيا كلها، ربنا يبارك لك. ده انت بقيت عالمي يا علي، بقيت عالمي والله العظيم. ايه الحاجات الحلوه؟ بصوا يا جماعه الشغل، بسم الله ما شاء الله، وعلى الفرش اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، ومنزل حاجات حلوه قوي قوي قوي. تعالى بقى قول لي اسعار حلوه كده كمان زيك كده. لا لا، ده انا عايزه ابهار النهارده. اتقابلنا مع المتابعين. القمر، ازيك يا قمر؟ عامله ايه؟ رايك بقى في حاجه تعالي بامان ربنا؟ قولي بقى. 100 100 والله. بصي الطاقه دي، خدت قبل كده وجت خدت تاني، وحاجه عجبتها قوي قوي. وكل سنه وانتم طيبين. وعلي النهارده بيضحك. تعالي نشوف بقى خصومات عالية قد ايه. اسعاره حلوه، اسعاره كويسه جدا صح؟ وحاجه كويسه. ده هديه كمان عشان المتابعين تيجي. علي متابعين تيجي ياخدوا هديه. ولسه مديها سيف بسبوسه قدام. ايوه اهو، لا ما هي بس المتابعين تيجي ياخدوا هديه. احلى هديه يا شكرا. ربنا يبارك لك يا رب. كل سنه وانت طيب. بقى مطبخ جيجي ده، القمر ده علي عامله ليا بصراحه يعني. جميل قوي. ربنا يخليك يا رب. وعامل لكم رمضان كريم، عامل زير رمضان. الناس بقى اللي عايزه حاجات ديكور تحفه. ده هو ده نفس ده؟ نفس المقاس بس دوت جاي قصير شويه. ده قصير بس شويه. بكام ده بقى يا علي؟ اللي عايزه كده ديكور يحطه ليه بالقعده بتاعته الحديد صح؟ كام بقى؟ عامل كام؟ 280 جنيه عامل 280 جنيه. طبعا السعر تحفه. السعر يا جماعه تحفه، لان الحاجات دي لما بتتعرض بره بتبقى اسعارها عاليه جدا. تمام؟ وده بقى ده بتاعك انت ده؟ ده بتاعنا احنا بقى. ده مش هتشيله انت من على الفرش ده؟ ده بتاعك انت ده. بس اللي عايزه برده نفس السعر؟ لا، نعمل له حاجه معينه. ده 200 جنيه بس. تمام. يعني انا بقى لو انا عايزه حاجه معينه الاصغر ده الاكبر ده اللي هو 200 وكام؟ 280. ده اللي هيبقى ب 200 جنيه الاصغر. طيب لو انا عايزه اكتب عليه حاجه معينه بيتكتب؟ لا ليه، عايزه صح. ولو عايزه الوان معينه يتعملها اي حاجه اللي هو عايزه صح كده اهو؟ اي حاجه. طب قول لي كده الرقم بتاعك تاني علي. الرقم 04 وحايد 61 35 70 وهي الارقام هنصورها مع بعض. انا عايزه بس تعالى وكده وريني الحاجات الجديده دي يا علي. بصوا يا جماعه، الليت البيض التحفه دي اول مره اشوفها بصراحه. والجوده بتاعتها حلوه قوي. جميله جميله يا علي. بكام دي يا علي؟ دي هتبقى ب 50 جنيه. حلوه.
بس هي بجد تستاهل. ودي الاصغر شويه 45 جنيه، ودي 45 جنيه. وعنده الطواجن المغربي برضو منزلها القدره اهي يا جماعه. قول لي بقى في النوع دوت ب 40 جنيه وعندي النوع دوت ب 50 جنيه. ايه بقى الفرق؟ الخامه عشان نبقى صراحه مع بعض. الخامه. طب دي علي اللي هي ام 50 دي، في منها مقاس اكبر؟ دي جميله ثلاث مقاسات. وريني كده. طب مقاسات عشان لو الناس عايزه يعني دي نقلي فيها على طول. بس من نفسي دي، انا عايزه من نفسي دي. وقول لي اسعارهم ايه؟ بصوا طواجن الشوربه الجميله دي نشوفهم. بكام بقى طواجن الشوربه الجديده دي؟ ب 25 بعد 30 جنيه. ب 25 بعد 30. دي بقى بيدين، المره اللي فاتت كانت بيد واحده والحمد لله جبرت. تمام خلصت. الحمد لله. ودي احنا قلنا دي بكام؟ دي ب 40 جنيه بس. دي ب 40 جنيه بس غويطه برده وجميله. بس الحاجات دي اللي بتلمع دي بتخش الفرن. تمام. دي الكبيره بتاعتها صح كده ولا دي الوسط؟ دي الكبيره. دي الكبيره دي بكام بقى يا علي؟ دي ب 70 جنيه. دي ب 70؟ التانية الأصغر شوية. أم 70 دي بقى يا علي بنحطها على النار مباشر. يا جماعة الحاجات دي ما بتطقش صح كده أهو؟ تمام. دي ما بتطقش، دي قلاية، قلاية غويطة بنقلي فيها. قلاية زيت يعني نقلي فيها في الزيت عادي خالص. بالنسبة للحلة الكيوتة الحلوة دي بكام يا علي؟ الحلة دي 50 جنيه على كده. الحلة الديفول فيها بس. إيه بقى الديفول فيها يعني؟ بس تمام ب 50 جنيه على عيبها كده. طيب بالنسبه للحله دي يا علي، دي برضو اسمها سلطانيه شوربه او ملوخيه. او ملوخيه بكام دي بقى يا علي؟ بكام دي يا علي؟ ب 80 جنيه. ب 80 جنيه. بصوا بالغطا بتاعها 80 جنيه تحفه جميل. دي ما صورناهاش، دي جديده برضو، دي كبيره قوي برضو. كام دي يا علي؟ 50 جنيه بس. 150 جنيه. صح معايا. انا قلت 50 ايه؟ و150 برضو رخيصه جدا على فكره. و150 جنيه دي كبيره جدا على فكره، دي جامبو. تمام. طيب انا عايزه اعرف برضو يا علي بالنسبه للطواجن والبرامات، هنا في من الملون طواجن وبرامات والصواني؟ ده عندي بس صينيه اخر واحده ديت. اخر واحده. تمام. هتجيب يعني ولا ايه؟ بجيبها. بكام دي السيراميك؟ عامله زي السيراميك. النهارده غليت. بكام بقى؟ لا لسه سلاجل معقول بس. يعني دي اخر قطعه على 55. 55. تمام. الله اعلم. تمام. لا اللي جاي احلى واحلى. ان شاء الله ربنا. بكام دي يا علي؟ دي ب 35 جنيه. بصوا يا جماعه دي ب 30 جنيه. ب 30 جنيه برضو بولا حلوه قوي على فكره. لو عملت فيها تعملي فيها كيك. عندك حاجات بقى للسلطات وكده تنفع؟ ايوه كان عندي. ايه بقى خلص؟ القدره بكام يا علي عشان هيسالوا على القدره بكام؟ القدره ب 140 جنيه زي ما انت خدتيها. ب 140 جنيه سعرها وهو بنفس القعده. اللي الكبيره اهي. دي اكبر منها. دي بكام بقى يا علي؟ ب 180 جنيه. 180 جنيه انما دي اللي هي ب 140 صح كده اهو؟ وعندك بتاع طقم فخار بالفنجان بالعلبه بتاعته، ده بكام ده؟ ده بيبقى ب 25 بالعلبه بتاعته. 25 الطاجن الواحد والبتاع. بصوا اسعارهم تحفه. لا ده حاجه جامده جدا. خمسه ده على نار مباشر. ها على عين مباشر على طول. وبعدين الاثنين كده مع بعض في العلبه ب 25 جنيه سعرها حلو قوي. علي بورسلين ماشي بيبيع الفنجان بكام؟ ب 5 جنيه. بس 5 جنيه فنجان. وجايب لنا براد بورسلين. تعالى بس وريني انت دخلت لي في البورسلين كمان. طيب. بكام بقى ده؟ براد بيتباع ب 165 جنيه. انا عامل عليه عرض ب 60 جنيه. ب 60 جنيه السعر المكتوب عليه. بصوا يا جماعه بيبيع البراد ب 60 جنيه بس ما فيهوش تفاته ولا حاجه بتاعت قمر. ما فيهوش اي غلطه. لا 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 لا. وده زيه؟ وده زيه ب 60 جنيه. بيتباع ب 350. احنا بنبيعها ب 100 جنيه بس. ب 100 جنيه عند علي اهي. بصوا بتاعت شوربه ما فيهاش اي عيوب صح؟ ب 100 جنيه. بصوا كاتب اسمه عزيز. ما هو كاتب لك اسمك عزيز اهو. بتنكر ليه؟ بتنكر ليه؟ ما انا كاتبش الحاجه بس كنت هكتبلك عندك انت. علي متولي عزيز اهو. طبعا بقى عايزين نعرف بقى اسعار البيراميد اكيد يعني. لازم نعرف اسعار البيراميد. تعالى وريك. ما جبتهاش النهارده جايبها لك. بصوا جايب شويه شغل كمان اهو. بصوا شويه حاجات اهي لسه جايه. عنده حاجات حلوه قوي للعزومات كمان هايله. البرامات بقى والحاجات الحلوه دي. بصوا تعالوا نشوف كده الاسعار. انا السعر بكام بقى؟ ببيع ب 15 و 20 و 15 و 20 والكبير قوي 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 ده ب 25 جنيه. لا علي النهارده بيضحك. ما انا بقى عشان علي بقى عشان رمضان كريم. كل سنه طيبه. وعلي كريم الله اكرم. وبجد حاجات حلوه قوي يعني. البرام ده برام ماشي؟
ده برام ده لحسن يكونوا فاكرينه بتاع ام علي ولا لا حاجه. لا لا برام برام طاجن. بصوا يا جماعه ده طاجن طاجن تمام ب 15 جنيه تحفه. طب ايه بقى تعالى قول لي عدي ال 200 جنيه. ايوه معجبين جيجي. ايوه معجبين قناه جيجي. علي صوتك شويه. كل ما تعدي ال 200 جنيه معجبين قناه جيجي ايوه 10% خصم. لا بجد وده غير الهديه. لا هي الهديه بيها مش بطلعش كتاب. ده غير الهديه بقى 10% خصم. اي حد يعمل اي مبيعات ب 200 جنيه يبقى 10% خصم. تمام تعالى تعالى بقى كده وريني يا علي الحاجات دي. الطواجن الجديده دي رقيقه ام علي بس رقيقه مش غويطه. دي حلوه بقى بتعمل وش كده وتبقى جميله. ممكن مثلا طبق رز بلبن صغير بالوش. بكام بقى ده الصينيه الصغنونه دي؟ ب 10 جنيه 8 جنيه 7 جنيه 7 ونص. 2 ب 15. الاثنين ب 15. طيب بالنسبه لده بكام؟ دي بتاعه الشوربه 15 جنيه بس. 15 جنيه. بتوع بقى الزبادي بكام؟ الاربعه ب 10 جنيه. الزبادي الاربعه ب 10. والكبيره شويه دي؟ الكبيره دي ب 5 جنيه ومعجبين جيجي ب 4 جنيه. ب 5 جنيه ومتابعين جيجي ب 4 جنيه. والبرامات بقى يا علي بقى البرامات ب 20 جنيه الكبيره يا فندم. كبير ب 20 جنيه. الطقم بقى الحلل اللي بالغطا ب 100 جنيه برضه. ب 100 جنيه العرباوي او الساده اللي هو المط ده صح؟ ده تركي. ده بكام ده؟ ده غير ده؟ ده غير الاولاني. ده ايه بقى يا علي؟ ده على اساس ان هو يا بتعرفين تركي. ده ثلاثة ولا أربعة؟ بكام بقى يا علي الثلاثة؟ ده بيبقى 210. 210 ده حاجة تانية غير اللي احنا خدناه. ده حاجة زيه وزي دي. صح كده زيه زي تقفيل دي مش كده؟ عشان نبقى عارفين بس تمام؟ عايزين نقول على ايه تاني؟ رقم التليفون تاني نقوله كده اهو 04 وحايد 61 35 70. طيب انا هصوره بس بالنسبه بقى لمواعيدنا في رمضان هتبقى ايه؟ ان شاء الله بنقول من 10 لحد 10. من 10 ل 10 صح كده؟ يعني لو حد نزل بعد الفطار. لا بعد الفطار في اللي موجود دي 100% ان شاء الله. يعني ما الناس ما بتنزلش الصبح تنزل بعد تنزل يعني على واخر شويه يعني بعد الظهر. تمام. كل يوم بقى ولا في يوم هيجوا لو حد قافل يعني؟ لا ان شاء الله فاتح على طول ان شاء الله. كل يوم. احنا عايزين بس نعتذر للناس على ان انت ما بتردش على الرسائل عشان انت بصراحه مقصر رقبتي في موضوع التوصيل ده. الناس مش عارفه تيجي من الزحمه. والله. فقول لهم برده انت كلمهم. قول بقى. انا كنت تعبان والله. لا الف سلامه عليك. وكانت واقف لوحدي وانت عارفه ده موسم وزحمه. اكيد طبعا. وانا ما عرفتش ارد عليهم وما عرفتش اوصل لهم طلباتهم كلهم بس وصلت كتير برضه. تمام. يعني ما انكرش بس بقول لهم برضه يعني يعذروني شويه. تمام. وانا تحت امرهم في اي وقت. ربنا يبارك لك يعني. وكان لازم نقول برضه ان عشان ما حدش يزعل مننا. لا ما حدش اللي عايز يجي ينور المكان. اللي مش عارف المكان. يجي بقى معلش عشان ضغط الشغل. بس انا برضو اللي هو برضو اللي استحملني واستناني انا برضو هعمل معاه هيعمل معاه احلى واجب احلى واجب وهياخد مني هديه اقسم بالله ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا علي وبشكرك جدا جدا النهارده. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك. اكيد طبعا باذن الله. الله اكرم عليك. ربنا يبارك لك. انا اكتر حاجه بسطاني البتاع ده مطبخ جيجي والطاجن. الطاجن جمال ده. بس النهارده كانت مفاجاتك عاليه قوي. كان معايا مش عارفه راح فين. اهو بصوا الطاجن الحلو ده مطبخ جيجي تحفه. لا بجد يا علي بجد يعني لا والله بجد يعني انا مبسوطه جدا وبشكرك طبعا قدام الناس كلها. بجد يعني هديه عزيزه قوي عليا. ربنا يبارك لك يا رب. كل سنه وانت طيب ودايما كده تبقى في ازدهار اكتر واكتر. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. كل سنه وانتم طيبين. علي بيتحداني النهارده بيقول لك ان الفخار بتاعه ما بيتكسرش. بصوا ايه ده بجد يا علي. اهو اهو. طب ما الفخار معروف بيتكسر. فخارك انت ما بيتكسرش يعني؟ دي حاجه معينه احنا عاملينها كده. ده يعني تركيبه معينه. مط ما بيتكسرش. لا تركيبه. وده كمان يتحط على النار عادي. ايوه هو ده اللي بقول لك عليه. عشان كده ما يفرقعش. بس هو اهم حاجه تنصحهم بيها ايه يا علي؟ هيا علي اهم حاجه تنصحهم بيها ان هم ما يجيبوش عليه ميه ولا ما يجيبوش وهو سخن. مش حاجه ساقعه. صح وهو سخن او ما يعملوش عليه حاجه ساقعه. استني اجيب واحد تاني اقفلك عليه. هيجيب واحد تاني اكبر. ده هو واقف على الاثنين. اهو واقفين على الاثنين اهو ما بيتكسرش. اهو ما بيتكسرش.
بتاعتنا مصريه ما بتتكسرش. الصناعه المصريه ما بتتكسرش. ما بتتكسرش. ما بتتكسرش. اهم حاجه. القدره كانت تحفه. بصوا يا جماعه يعني كان عليها اقبال كبير قوي, والنهارده عمل منها النوع الجامبو ده. انت عملت تبهرنا في القدره. بس انت جربت القدره دي؟ اه, وعملت بيها فيديو طبعا. انت ما شفتش الفيديو ولا ايه؟ شفت الفيديو. طيب, في حد النهارده, واحده جت النهارده قالت لي انا من الساعه 7 الصبح حاطه القدره دي على النار لحد بعد الساعه 4. اه, والكل مستواه. اه, طب ماشي. هي الميه بتغلي. اه, قالت لي اه. فهي قاعده تعمل شو, انا انزل لك, انا اعمل لك على اليوتيوب بتاع. انا قلت لها طب الميه بتغلي. قالت لي الميه بتغلي. اه, قلت لها طب بعد فلوسك, بعد فلوسك هي. لا, طالما الميه بتغلي, ثواني بس يا علي. أوه. طالما الميه بتغلي يعني القدره واصل لها حراره. أيوة. دي اول حاجه. أوه. تاني حاجه, ممكن يكون النوع بتاع الفوله مش حلو, وبعدين لازم تكون ان هي ممكن تنقع الفوله لما بتيجي تتنقع بتعمل اكتر. ايه, جميل. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. هي مش مقتنعه ان الفول وحش. ممكن تكون الفوله تمام او ما اتنقعتش كويس, انما طالما هي غليت على النار معاها يبقى مفيش مشكله في الفوله. اللي جاي في دماغها ان القدره ما بتسويش الفول. لا, طالما مش شغاله. فانا بقول لها طالما الميه سخنه, الميه بتغلي وبتقلب. طب انت عارف, اقول لك على حاجه. الساعه 7 الصبح. طب والله العظيم يا علي, انا في ناس خدوا من عندك القدره وبيقولوا لي احنا مش عايزين نشتغل بيها, احنا عايزين نحطها ديكور بس. والله العظيم انا سمعت كتير كده. والله هيحطوا فيها الفول, هيحطوا جواها الفول ويصبوا يعني لو عاملين عزومه على السحور يطلعوا منها, واحنا مش عايزين نسوي فيها, احنا هنسوي في القدره بتاعتنا. يعني عادي. لا, الدنيا هي مش هي الساعه 7 الصبح لحد الساعه 4. لا, هي بس بيبقى مشكله كويس برضو ان انا. لا, هي القدره بصراحه كويسه عشان انا جربتها. الكواليتي بتاعها عالي. اه, لا, وبتغلي. وبتغلي, ما طقتش منها. ما طقتش. لو بايظه كانت طقت منها. طبعا. القدره. طبعا. لو العيب عيب القدره. لا, مش عيب قدره. تمام. لا, عيب فولة. وما نقعتش الفولة. ما نقعتش الفولة. يا ما الفول مثلا مجرمز منها. وبعدين ممكن ما كنتش حاطط مية سخنة في القدرة. اما بنحط كمان المية السخنة بتفرق معانا. بتسوي بسرعة. بس طالما قعدت المدة دي 7 ساعات. يبقى بقت ملبن. بس. بقت مرهم. بس كده. يعني لوز زي ما بيقول. ايوة صح. وبعدين عادي, انا مش زعلان منها ولا اي حاجة. لا لا, رمضان كريم. رمضان كريم. لا لا, رمضان كريم. ربنا يخليك يا علي. ما حدش يزعل علي يا جماعه. جماعه علي قلب ابيض. انا هديتها فلوسها. لا والله من غير حاجه. والله احنا نودي لها واحده هديه يا علي. والله ده مدام احنا. والله العظيم يا مدام, لو بتشوفي الفيديو هنودي لك واحده هديه. كل سنه وانت طيب. مش عايزين حد يزعل مننا ابدا ابدا ابدا. عايزين الناس تبقى مبسوطه دايما يا علي. دي اهم حاجه. طبعا والله انا فرحان, بفرح لزميلي لما ببقى ماشي مرضي. اكيد طبعا. مبسوط. اكيد. يعني انا هشتغل عليه, وهو حتى يبقى يقول لي انا ليا مكان. ايوه أنا صح. انا صاحب مكان. لا صح, كلامك صح. بيع بشاي. يعني بص, حد يعمل الطقم ده ب 25 جنيه؟ في حد بيعمل الطقم ده علي عمل الطقم ده ب 25 جنيه الاثنين مع بعض في علبه. غاليه جدا. اه, لا بصراحه يعني الله يبارك لك يا علي. بصراحه عندك شويه حاجات بتتباع بره غاليه جدا يعني, بس انت بصراحه برضو يعني رحيم بالناس. ربنا يبارك لك. والله ربنا يبارك لك يا رب. انت طيب.